Cars.me، ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة، وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. Wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات. اوتو فوكس بحلقة جديدة وسيارة جديدة مشاهدينا، المازدا 3 عنوان حلقة اليوم مع صديقنا توني عبدو مدير مبيعات بشركة عين بخاطر وكلاء مازدا، وأيضا وكلاء أوبل بالفترة الأخيرة أكيد. توني يعني أسامي كبيرة عم تنضم لكم. طبيعي بعد في كتير أشياء جورج بتبين معنا المستقبل، عنا فيجن كتير كبيرة والطموح كتير كبير عنا. أكيد أوبل من الماركات المهمة عالميا وككواليتي عم نحكي كديزاين، وهذه بتكفي كمان مع المازدا وبتكفي مع كل البرانز اللي عم نحن نخدمها. يعني صرتوا ياباني ألماني. ياباني ألماني، وفي عنا كتير ماركات بعد. طبعا أكيد عم نحكي بالدرجات النارية KTM وأبريليا وفيسبا وغيرها. توني اليوم تركيزنا على مازدا وسبيشال ديل مستمر بالشوروم. بعرف ما في حدا عم بروح على الشركه اكيد عم بيطلع زهقان، حتى سيارته القديمه اللي عم تكون معه عم يخليها بالشركه ويفل يستلم يمكن تاني نهار سيارته الجديده. بتعرف شو اللي عم بيخليني مرتاح اكثر واكثر جورج هالفتره هيدي؟ الشخص اللي عم يجي على الشركه جاي عارف شو بده، جاره قايل له عن السياره، شايفها بالسوق، عنده فكره عن الاوفر، حضرها اوتو فوكس، حضرها اوتو فوكس، يعني جاي مرتاح وعارف انه تقريبا جاي بده ياخذ اللي بده اياه، مش انه يعني عم بيلاقي الحل عنا. وهيدي شغله انا كثير بحس حالي مرتاح فيها، انه اذا نحن عم نكون دائما حل له، نحن قد مثل ما بيقولوا نحن لازم نكون دائما موجودين حد زبوننا لحتى نكون عم نخدمه 5 ستار سيرفيس. فايف ستار سيرفيس، وكمان بال يعني من ناحيه الاوفر عم ناخذ بعدنا الفايد الواطيه، يعني مثل ما بنعرف في 2.9 بس اليوم بعدك مصر انت باوتو فوكس على ال 1.9. مزبوط، 2.9 هي فايدتنا بالشوروم اللي هي اوطى نسبه فايده بالسوق، علما انه السوق عم بيكون 4.5 و7%، يعني بس نحن عم نقول هاي الجمعه والجمعه اللي قبلها كنا مع اوتو فوكس، نحن مرقنا ال 1.99 انترست تتكون بس لهالجمعه. نحن رجعنا مددنا لانه شفنا في عليها طلب، نحن عندنا كثير عجقه عم بيصير على الشوروم، مبيعاتنا كثير مهمه، نحن عم نحكي هيك حتى نقدر نعطي امل مثل ما بيقولوا للاشخاص اللي عم يحضروا التلفزيون انه البلد بألف خير. نعم. مش دائما نحن ما نسمع الاخبار اللي مش منيحه، كل سوق السيارات كثير منيح، يتفضلوا على صاله العرض ويستفيدوا من اوفراتنا. اليوم معنا المازدا 3 سيدان باوبشنز كمان مهمه جدا داخل السياره وبشكل الخارجي كمان، كتير عم تشوفها أجريسيف، وسيارة تعتبر فاميلي كار، كمان تعتبر لطلاب الجامعات، وسيارة لل اكيد جورج. هذه مازدا 3 عم نحكي نحن بالبيلر اوف برودكشن بالمازدا، لما نزلت المازدا 3 بال 2015 بلشت نزلت واخذت جوائز كثير عالميه، وهي عملت عملت يعني حجم كثير بالبرودكشن بالنسبه لمازدا، وهي عم تكون دائما مثل ما بيقولوا نمبر 1 بالسوق، ان كان بالديزاين كسبورت ديزاين، كان بالكفاميلي كار، سياره براتيك لكل الاشخاص بالمجتمع. توني اكيد رح نحكي اكثر عن السياره، ننتقل للداخل نتعرف على ابرز الاوبشنز اللي فيها. عم نتقل على داخل المازدا 3 توني، اوبشنز اساسيه خاصه يعني طلاب الجامعات اليوم عم بيستفيدوا من تواصل كثير حلو مع السياره من ناحيه البلوتوث، من ناحيه اليو اس بي وغيرها من الاوبشنز. جورج اكيد في عنا سياره براتيك من جوا، اكيد هالشيء كثير مهم، عم نحكي شاشه على اون توب اوف ذا بانل لحتى يركز على القياده، فويس كوماند ليتحكم بالشاشه باي فويس كوماندر، كلهم هول اشياء عمليه عم نكون للشباب. هي سياره الشباب، سياره طلاب الجامعات مثل ما عم تقول، شخص ليطلع بسياره سيدان فور دورز مثل هيدي ويحس انه هي سياره سبور، اذا بتلاحظ انت هالكونفرجنس اللي جاي بالطابلو بتحسه مبروم برم، في عندك كونتينيوتي من البي بيلر من هون للاي بيلر لقدام، بتحسها هيك كانه عطيتك الكونفرجنس، بتحس حالك انت عم of speed بالسياره، بتحس حالك بجات، خاصه انت 3 سبوك ستيرنج، عم تحس هون انت بالبادل شيفت كمان، يعني سياره مزبوط رياضيه، مش بس بالحكي بس تطلع فيها، بتحس لما تحس حالك انت هون بالمقعد اللي هو عم بيكون لقط لك جسمك المقعد فت بالمقعد تبعك، الاسيمتريكال شيب اللي عم بيكون بالتابلو، بتحس انه هون سناجنس وهون في عندك اوبننس للباسنجر سايد، هذه شغله كثير مهمه لحتى الشخص اللي قاعد حدك كمان بتحس نفسيا بس تطلع 100% 100% بقى اللي بده يسوق او يعمل تيست درايف عليها اكيد رح يحس بهالاشياء. فتحه كمان عندنا، فتحه بالسقف عندنا، سبورت مود لقيادة أكثر أجريسيف للسيارة، نافيجيشن طبعاً، ومثل ما حكينا التحكم شامل بهالجويستيك بالسكرين موجودة بمنتصف السيارة فيها رير فيو كاميرا. باختصار فعلاً سيارة عملية جداً توني، مثل ما قلت خاصة سيارة لطلاب الجامعات. أكيد بدنا نتابع حديثنا معك ونحكي أكثر هلأ عن المحرك وعن السيفتي. أكيد
اكيد تابع حديثنا مع صديقنا توني عبدو عن مازدا 3 وبدنا نحكي انجن توني محركين اليوم بعدنا مستمرين ولا عم بكون مع المحرك يعني عندنا 1.6 و 2.0 عندنا 1.6 فور سلندر شو اكثر شيء عم بيكون اثنين مطلوبين جورج هلا حسب البادجت تعرف بس دائما 2.0 لتر مثل السيجناتشر اللي عم تكون معنا موجوده هون اللي هي سبورتيف كار مثل ما مبين اكيد مطلوبه على 150 هورس باور 152 هورس باور كثير مهمين بالنسبه للبنان عم نحكي بتيبترونيك 6 سبيد حتى دائما يكون هالريسبونس سريع على الانجن هيدا بنفس الوقت عم يكون سموث شيفتنج عم يجمع كل انظمه الاوتوماتيك اللي بسوق بفيتاس واحد سموث شيفتنج لينير بيرفورمانس عم نحكي بفيول كونسامشن كثير مهم هودي كثير اشياء مهمين للشباب مع اسكا تكنولوجيا اكيد موجوده اكيد واهم شيء الثبات اللي بالسياره اللي بيعمل تست درايف وبيشوف قد ايه السياره ثابته على المنعطفات وعلى الطرقات قد ايه بحس حاله سيف جورج ما بيعود يسوق الا مازدا 3 من ناحيه السيفتي بدنا نحكي كمان ايرباكس داخل السياره عم نحكي انظمه الاي بي اس اكيد موجودين وبنفس الوقت عم نحكي بتريبل اتش ستراكتشر بقلب الكابين من جوا مع رينج ستراكتشر داير من دار الكابين لا سمح الله 100% ما بصير في ديفورماسيون الكابين وهيدي الشغله كثير مهمه لاولادنا ولطلاب الجامعات اللي عم يسوقوا طوني من بعدها شرح مفصل عن مازدا 3 بدنا نرجع نذكر كل المشاهدين بالهوت ديل المستمر مع ام بي من اسبوعين لليوم بدنا نشوف اذا بعده كان مستمر مع توني بالاسبوع الحالي يعني توني عبدو كان عم ياخد على عاتقه عملية الفايدة الواطية مثل ما اذا منروح على شوروم بنشوف انه الفايدة 2.9 توني لا مصر باوتو فوكس انه بده يخلي الفايدة 1.9 على كل تيارات مصر اخذ على عاتقه وبعدني مصر على الاوفر هيدا لانه انا قد ما فيني فيد اكتر من عدد ممكن للمشاهدين انا دايما موجود بوعد وبوفي الاوفر هالمره عم نقول سلي وسلي طن سميتها سلي طن عبده لحتى يكون اوبن اوفر يعني عندي سبيننج ويل فيك تفوت تستفيد من المينتنس على 50000 كيلومتر على فيك تستفيد من 1.99 انترست اللي او تنسبه فايده بالسوق 5 ييرز اوبن مايلج وارنتي فيك تستفيد من بريميوم انشورنس اللي على 5 سنين زيرو ديدكتبل زيرو ديبريشن احلى سيرفيس انا بقعد زبونات فيه وكل اللي عم يسوق السيارات عم بياكدوا على الشيء تريد ان حط سيارتها القديمه بسعر تريد ان استيميشن نحن مستعدين السياره اللي عم تجي لعنا تريد ان عم سعرها احلى سعر بالسوق عندنا يوست كار ديلرز عم يسعروا لنا هالسياره اعلى سعر عم نعمل بيد بين الشباب لحتى يقدروا يعلوا سعر السياره ماكسيموم تيكون الشخص عم نقلص الخساره تبعه بنفس الوقت عم بيحطها وعم ياخذ المازدا ويطلع فيها دغري ما بيفكر بقى بسيارته السابقه مزبوط توني انا بتشكرك على وجودك معنا احنا عم نشوفك دائما بحلقات مقبله مشاهدينا بكره اكيد موعد جديد مع اوتو فوكس مع سياره جديده على التي في الى اللقاء wheelers.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات